القراءة تنور العقول ويصبحون شباب فايزين، وهذا الفوز مش لهم بس، العائلاتهم والبلدهم والأمتهم. أنا أقرأ كي لا أغدو جسداً بلا عقل ولا روح. قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن أول كتاب يقرأه الطلاب هو أول سطر في مستقبلهم. في القراءة أنت تقرأ في الحاضر لأناس كتبوا في الماضي لتعرف كيف تعيش المستقبل. البطالة ليست فقط في الوظيفة، البطالة تبدأ من الفكر. نحن شعب يعشق العربية والعروبة وسنموت لأجلها. تحدي القراءة العربية. مريم أنجون المغرب. مريم عم تبكي بكاء الفرح. القراءة هي طوق نجاة الأمم الغارقة في الجهل والمرض